نيجي بعد كده بالنسبه لي ماشي ماشي بالنسبه للسبيسيمين دي ده كده اللي هو مين ده اللي هو بتاع ديونامو البنكرياس وال ماشي بالنسبه للديودينامو البنكرياس والسبلين عندنا فيه الاتي بالنسبه للديودينام عندنا فيه البارت مين هي البارتس بتاعته فيرست بارت سكند بارت ثيرد تحت الفيسلز وفورث بارت فيرست بارت سكند بارت ثيرد تحت الفيسلز وتحت فورث بارت اجين فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت وفورث بارت اوف ذا مين اوف ذا ديود بعد كده البتاع البيضة دي كلها على بعضها دي اسمها المين بنكرياتيك دكت دي كده الايه المين بنكرياتيك دكت طبعا يعني لو انت عايز زوم الخوازيق يعني لو انت شايف الصغيره خالص دي اسمها اكسسوري بنكرياتيك دكت مش هتحط سالت بيها يعني دي اسمها الاكسسوري صغيره دي اسمها اكسسوري بس الاساسيه مين بنكرياتيك دكت والصغيره دي اسمها اكسسوري بنكرياتيك دكت بس يعني دفعه جميله فممكن اي حاجه تصفيها اوكي بالنسبه للظهر بقى عندي كل ده كده المكان بتاع مين هيد اوف ذا بنكرياس ده كده head of pancreas ده كده ال head of the pancreas فكان المثلث ده عنده حاجه اسمها ال uncinate process ده كده اسمه ال uncinate process دي كده ال uncinate process اوكي بعد كده كل ده كده body of the pancreas والاصفر ده تيل يبقى body of the pancreas وتيل 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 body of the pancreas تيل بادي اوف ذا بانكرياس وتيل اوف ذا طيب بعد كده بالنسبه للفيسلز اللي موجوده عندي هم كالاتي اول حاجه في مفتاح اللعبه بتاعتنا ارتري جاي لك من ورا اهو ده كده اسمه سيلياك ترانك ده كده ايه سيلياك ترانك ده مفتاح كلامنا ده كده ايه سيلياك ترانك اوكي وده كده سيلياك ترانك السيلياك ترانك ده خلاص بيتقسم الى كام الى ثلاثه واحد رايح ناحيه اليمين وده اسمه الهيباتيك ارتري ده كده الهيباتيك خلاص وواحد تاني ماشي فوق البنكرياس اسمه ستينك يبقى هيباتيك وستينك وواحد من فوق اسمه ليفت جاستر يبقى انا عندي هيباتيك وسبلينك و ليفت جاستر هيباتيك سبلينك و ليفت جاستر اجين هيباتيك سبلينك و ليفت جاستر اجين هيباتيك سبلينك و ليفت جاستر بالنسبه بقى ناحيه الهيباتيك في عندي ترانك نازل منه اللي هو الارتري ده كده ده اسمه الجاسترو ديودينال ارتري ده اسمه ايه جاسترو ديودينال ارتري ده الارتري ده كده اللي عند صباعي عنده صباعي مغطيه ده اسمه الجاسترو ديودينال ايه ارتري جاسترو ديودينال ارتري ده كده الجاسترو ديودينال ارتري جاسترو ديودينال ايه ارتري ده بيدي واحد هنا كده هقابله اسمه سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري اللي من فوق ده لو جاب لي عليه ستيكر ده كده مين ده اسمه سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري ده كده ال سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري ده كده سوبيريور بانكرياتيكو ها ديودينال ارتري اللي فوق ده اسمه سوبيريور ده جاسترو ده اللي رحمتي سوبيريور بانكرياتيكو السوبيريور ده قابل الانفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري اهو ده كده اللي اسمه انفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري ده كده انفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري انفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري ده اللي بتاع انفيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتري الانفيرور ده جاي لك منين؟ من ده وده اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري وجنبيه الفين بتاعه سوبيريور ميزنتريك ارتري اند فين يعني الانفيرور ده جاي لي من ده اسمه ايه؟ سوبيريور ميزنتريك ارتري و الفين ارتري و الفين سوبيريور ميزنتريك ارتري و الفين سوبيريور ميزنتريك ارتري و الفين طيب ده كده بالنسبه للسبيسيمن من هنا باقي لي فيها ايه؟ احتياطي ليك انت الخمس شرايين اللي هي دول اللي هم مين؟ التيرمينال سبلينك برانشز بتاعه سبلينك ارتري يعني دول كده تيرمينال برانشز بتاعه سبلينك ارتري ده احتياطي بس مش اكتر ده كده التيرمينال بتاع سبلينك ارتري لما نقلب بقى من ورا ده الشغل المهم عندي هنا انبوبه خضراء اللي هي بايل دكت دي كده البايل دكت او الكومن بايل دكت يعني الانبوبه الخضراء دي هي البايل دكت او الكومن بايل دكت دي كده بعدين الارتري والفين دول كان اسمهم ايه؟ سوبيريور ميزنتريك ارتري والفين صح هم دول جايين لي من ورا لقدام فهقابلهم هنا تاني اهو لكن السوبيريور ميزنتريك ارتري والفين السوبيريور ميزنتريك فين ده ارتري فين اهو السوبيريور ميزنتريك فين هيقابل الطويل ده اللي اسمه سبلينك فين يبقى ده وده مع بعضهم يقابلوا بعض سبلينك و سوبيريور ميزنتريك سبلينك و سوبيريور ميزنتريك سبلينك و سوبيريور ميزنتريك ويجمعوا في حد اسمه بورتال فين ده كده ايه بورتال فين يعني انا عندي سبلينك سوبيريور ميزنتريك يتجمعوا في بورتال فين اجين سبلينك و سوبيريور ميزنتريك يتجمعوا في بورتال فين اجين سبلينك و سوبيريور ميزنتريك يتجمع في بورتال فين
السبلنج ده بيرسيف واحد هنا كده اسمه inferior mesenteric vein. يعني السبلنج ده بيصب فيه واحد اسمه inferior mesenteric vein. السبلنج بيصب فيه واحد اسمه inferior mesenteric vein. السبلنج اهو بيصب فيه واحد اسمه inferior mesenteric. السبلنج واحد inferior mesenteric. طيب هدي بعد كده اخر جزء من اجزاء الكلام ده هو السبلين. والسبلين عليه الاتي: الابيض ده لو جالك عليه لون وقال لك ده ايه ده اسمه لاينورينا ليجا. يعني ده مين ده؟ كليجامنت اسمه لاينورينا ليجا. خلاص. طب اللاينورينا ده ريليتد لمين؟ للتيل اوف ذا بانكرياس. يعني ده ريليتد لمين؟ للتيل. يعني انا عندي ده كده التيل وعليه ليجامنت اسمه لاينورينا ليجا. يبقى التيل وعليه مين؟ عليه لاينورينا ليجا. اوكي. بعد كده لو جاب لي هنا كده ستيكر وقال لك مين اللي قاعد هنا ناحيه الدك، يبقى ده مكان مين؟ مكان الاستومك. ده مكان مين؟ مكان الاستومك او جاستريك امبريشن. يبقى استومك او جاستريك امبريشن. ده مكان الاستومك او الايه؟ او الجاستريك امبريشن. طب لو جاب لي هنا ستيكر وقال لي مين اللي هنا؟ ده مكان الليفت كوليك فليكتشر او كوليك امبريشن. يبقى ده مكان الليفت كوليك فليكتشر او كوليك امبريشن. ده مكان الليفت كوليك فليكتشر او هنا او الكوليك ايه؟ impression. left colic flexure او الكوليك impression. left colic flexure او الكوليك ايه؟ impression. ده كده. بعدين من ورا لو جاب لي ستيكر، يعني ناحيه الفينز دي، لو جاب لي هنا ستيكر وقال لي مين اللي هنا؟ ده هنا رينال impression او left كده. رينال impression او ايه؟ او left كده. رينال impression او left ايه؟ left كده. رينال impression او left كده. اوكي. ده كده بالنسبه لي.